حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. المصدر أونلاين: بعد 3 سنوات من اعتقاله، أسرة محمد قحطان تناشد المبعوث الأممي. وعدن الغد يتساءل: بعد أن علقت لوحات الترحيب به في الشوارع، لماذا ألغى مبعوث الأمم المتحدة زيارته إلى عدن؟ العربي الجديد تتحدث عن أطفال قضوا 3 أيام للوصول إلى لبنان لتمثيل اليمن. أهلا بكم. وجهت أسرة السياسي اليمني والقيادي في حزب الإصلاح المختطف لدى الحوثيين محمد قحطان رسالة إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، تطالبه باستخدام نفوذ المنظمة الأممية للضغط على جماعة الحوثيين للإفراج عنه. وقالت الرسالة التي حصل المصدر أونلاين على نسخة منها والموجهة لجريفيث: ما زال لدينا آمال عريضة وأحلام كبيرة بمؤسستكم العريقة وقدرتها على تكريس هيبتها واحترام شرعيتها المستمدة من الشرعية الدولية. تتابع الرسالة التي وجهت بالتزامن مع الذكرى 3 لاختطاف قحطان: حتما ستجدون الطريق المناسب والوسيلة الفاعلة لإخراج والدنا عميد السجناء السياسيين اليمنيين ورمزهم. يضيف الموقع: كانت ميليشيات الحوثي اختطفت محمد قحطان في 4 أبريل عام 2015 بعد مرور أكثر من شهر على محاصرته في منزله بصنعاء وإبقائه قيد الإقامة الجبرية. يتابع المصدر أونلاين: ولا يزال منذ ذلك التاريخ قيد الإخفاء القسري، لم يسمح لأي من أقاربه بزيارته أو الاطمئنان عليه، كما ترفض جماعة الحوثيين الكشف عن مصيره. يلخص عنوان تقرير للموقع بوست الحال الذي يعيشه اليمن بأنه حديث عن السلام واستعدادات للحرب. ويقول التقرير: إنه مع استمرار الصراع في اليمن ودخوله العام الرابع، يكثف المجتمع الدولي تحركاته من أجل السلام في محاولة للخروج بحل للأزمة اليمنية. وذكرت مصادر سياسية يمنية رفيعة أن أطرافا دولية والمبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن جريفيث يناقشون مع الأطراف السياسية مقترحا بتشكيل حكومة وحدة وطنية. ويقول التقرير أن الحكومة المقترحة تتولى تسلم الأسلحة والمدن من الميليشيا وتحضر لانتخابات خلال 2 عامين. وبينت مصادر أن الأفكار المطروحة التي تم مناقشتها مع الحكومة اليمنية والانقلابيين تضمنت مراجعة مسودة الدستور الاتحادي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. صادف يوم أمس 4 أبريل الذكرى 3 لاعتقال السياسي محمد قحطان. وقد كتب علي الفقيه مقالا عن السياسي الذي باعتقاله بقيت السياسة قيد الإخفاء القسري معه، وبقي مستقبل السلام مجهولا ما دام قادة الميليشيات يصممون على اختطاف وتغييب واحد من أكثر اليمنيين قدرة على الحوار وإنتاج الأفكار. ويضيف الفقيه: يدفع محمد قحطان من حياته وحريته ثمن المبادئ التي آمن بها وناضل من أجلها طوال حياته، بينما يبدي رفاقه من السياسيين عن قضيته صمتا لا يليق بتاريخ من النضال والعمل المشترك. قحطان كان أكثر من سياسي، ومن معرفتي كان فيلسوفا ومنظرا يدهشك بقراءته النوعية والواسعة والمتنوعة وتأملاته العميقة. لا يقبل قحطان أن تطرح له فكرة بطريقة سطحية وعابرة ويمر عليها، لابد أن تكون مستعدا للإجابة على كل الأسئلة التي يطرحها لك حول الفكرة. تجلس إليه فتشعر أنه الصديق والأب والمعلم الذي لا يضع حاجزا بينه وبين من يتعامل معهم مهما كان مستواهم أو سنهم. ومن بين قيادات الإصلاح كان صوت قحطان الأكثر إزعاجا للرئيس السابق صالح، لأنه يعلم مدى حضور الرجل في أوساط جماهير الحزب وفي أوساط النخب والسياسيين الذين كانوا يجدون أنفسهم مشدودين لما يصدر عنه باعتباره جبهة متقدمة للعمل السياسي والحزبي. يمتلك الرجل رؤية وطنية واضحة ومع سعة علاقاته ومرونته، إلا أنه لم يكن يصل إلى التفريط بما يرى أنه ثوابت وطنية، ولهذا كان من أوائل من يدركون خطر الإمامة، وكان يرفض بشكل قاطع التعاون مع الجناح الناعم للإمامة الذي كان يستقطب كثيرا من السياسيين إلى جلسات التسويق. أفرج الحوثيون عن كثير من قيادات الإصلاح الذين اختطفوهم بعد استكمال الانقلاب، لكنهم يتمسكون بقحطان بل ويصرون على الإبقاء عليه قيد الإخفاء القسري، لأنهم يشعرون أنهم بإخفائه
يوجعون قطاعا واسعا من اليمنيين الذين يؤمنون بالمبادئ التي يحملها قحطان كرمز ارتبط بواحدة من أنصع نماذج العمل السياسي المتجاوز للأيديولوجية في المنطقة العربية متمثلة باللقاء المشترك. أثار قرار إلغاء المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث زيارة كانت مقررة إلى عدن حالة من الجدل السياسي، وعنون موقع عدن الغد في صفحته الرئيسية: لماذا ألغى مبعوث الأمم المتحدة زيارته إلى عدن؟ وأعلنت الأمم المتحدة تأجيل زيارة مبعوثها إلى اليمن إلى مدينة عدن مؤخرا بسبب ما قالت إنها مخاوف أمنية وبسبب تدهور الوضع في المدينة. وقال الموقع: أثار هذا القرار خيبة لدى كثيرين كانوا يتمنون أن تتم الزيارة لكي تتمكن القوى السياسية الجنوبية من طرح رؤيتها السياسية لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن. يضيف عدن الغد: تعيش مدينة عدن وضعا أمنيا متدهورا منذ عام ونصف، لكن تصاعدت حدة تدهوره أخيرا رغم عشرات المعسكرات الأمنية التي تتوزع في المدينة وتضم في صفوفها عشرات الآلاف من الجنود. ورغم الكم الهائل من القوات الأمنية إلا أن هذه القوات باتت غير قادرة على تأمين المدينة، ويمكن لواقعة إلغاء هذه الزيارة أن تحرك المياه الراكدة فيما يخص ضرورة تفعيل الأجهزة الأمنية. ويؤكد قرار الإلغاء الذي اتخذته الأمم المتحدة أن العالم بات يستشعر خطورة تدهور الوضع الأمني بعدن حالياً. رياضياً، يعنون موقع يمن مونيتور في أحد تقاريره: في زمن الحرب منتخب اليمن يرسم البسمة على وجوه المواطنين. وقال الموقع أنه على الرغم من توقف الدوري المحلي للكرة اليمنية منذ 2015 بسبب الحرب الدائرة في البلاد والتي تدخل عامها الرابع، إلا أن المنتخب اليمني بجهود فردية وإرادة ذاتية استطاع أن يحجز مقعدا في سجل أفضل 24 منتخب في القارة الصفراء. وفي لقاءات مع اللاعبين قال لاعب المنتخب اليمني محمد السرور المحترف في صفوف الوكرة القطري: أرى أن هذا الإنجاز لم يأتي من فراغ، بل أتى من تعب ومعاناة وتضحيات كثيرة جدا، وكل هذه التضحيات تتلاشى عندما يتطلب منا ذلك الوطن، فهو أهم من أي تضحيات نبذلها نحن كلاعبين. بدوره اعتبر المدرب الوطني باسم عبد الحفيظ هذا التأهل إنجازا يكتب للكرة اليمنية في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وفي ظل توقف كل المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم في بلادنا. وقال باسم: سيكتب التاريخ بأن هؤلاء اللاعبين هم من سطروا أسماءهم في أول مشاركة للجمهورية اليمنية في هذا المحفل الآسيوي لأول مرة. يكتب عبد القوي الأشول مقالا يتحدث فيه عن حلول وتسويات قادمة، لكنها لا تعبر عن إرادات الداخل بل عن رغبات الخارج الإقليمية. ويضيف في المقال الذي نشرته صحيفة الأيام: الأزمة اليمنية بكل أبعادها معقدة ومركبة إلى حد بعيد. يغذي هذا النهج وضع الأحزاب السياسية التي تعاني في الأصل أزمات داخلية وربما تشضياً عارماً وعدم الموضوعية والحصافة في الأداء، ناهيك عن غياب حالة التوافق فيما بينها، الحال الذي يجعل التفكير مستبعداً بإمكانية أن تأتي المبادرة باتجاه الحلول من هذا الأداء السياسي المرتعش الواهن المرتبك الذي ما زال متموضعاً عند مفاهيم الأمس ونظرة وقناعة تلك الأحزاب التي هي نسق لأداء الماضي بكل أدواته من حيث إقصاء الآخر وتكريس مفاهيمها المتناقضة تماماً مع الواقع حتى في تشخيص المشكلات، فإنها تبدو امتداداً للنهج الذي عرفناه قبل الحرب، النهج الذي لا يقر بدرجة أساسية بالمشكلات القائمة. في الواقع الحرب تدخل عامها الرابع وسط بآس وآلام وأوضاع اقتصادية اجتماعية غاية في التردي، حتى أن حالة الخلط القائمة جداً مزعجة ومؤسفة. مع كل ما سلف على مدى سنوات مضت من هذه المأساة والأوضاع الكارثية، لا يبدو أن هناك شعوراً بالمسؤولية في الأداء بما فيها التباين مع التحالف والمجهود الحربي الذي يعكس مثل هذا الأداء نفسه على النتائج. المؤلم أن مثل تلك الإخفاقات الواضحة لابد أن تعكس نفسها في نهاية المطاف على نتائج الحلول التي يمكن أن تستخلص تجاه الوضع اليمني.
بمعنى أوضح استبعاد أن تكون الحلول ناتجة عن إرادة سياسية، الحال الذي يجعل التسويات القادمة قائمة على أساس احتمالات عدة، أولها أن تكون مفروضة من قبل المجتمع الدولي، وهذا يجعل فكرة أن تكون ملبية للأمن والاستقرار في هذا الجزء من العالم مرهونة بمدى أخذها بمشكلات الواقع بصورة صائبة أو العكس. نشرت الصحيفة الأمريكية واشنطن بوست مادة مطولة عن اليمن بعد سنوات الحرب وترجمتها صحيفة الأيام، وقال عنوان الصحيفة الأمريكية التي تحدثت عن قول أحد اليمنيين: سأقتل أي شخص حتى لو كان أخي. وقالت الصحيفة: ثلاث سنوات مرت على الحرب في اليمن ولم تخلف حتى الآن إلا القتل والاعتقال، ولم يكتب النصر لأحد، أصبح القتل هو عنوان البلاد. وتحدثت الواشنطن بوست عن أحد مخيمات النازحين: لا يوحي المخيم الذي يغطي رقعة قاحلة في العراء بأنه مأوى، ولم يكن هناك شيء يلهي النازحين، لا توجد ملاعب أو متاجر أو مقاهٍ، لا شيء يصرف انتباههم أو يمنعهم من التفكير في الحرب والقتلى. وتسرد الصحيفة قصة أحد ضحايا الحرب واسمه عزام الشليف، فقد مرت ثلاث سنوات على مقتل والده على يد الحوثيين، لكنه لم يهدأ غضبه بعد على ما حدث لوالده. اختطف الحوثيون والده المدرس من أمام منزله، وكانت هناك مفاوضات طويلة وأليمة لاستعادة جثته، لدرجة أنه لم يصدق عودة جثة والده أخيرا إليهم، وكانت مشوهة بشكل يصعب التعرف عليها. الشليف الذي هرب إلى منطقة تسيطر عليها الحكومة ينظر الآن إلى المناطق التي يهيمن عليها الحوثيون على أنها مناطق العدو، وهو تصنيف يشمل مسقط رأسه وحتى أقاربه الذين انضموا إلى الحوثيين المتمردين. وقال الشليف: العدو لا يفهم كلمة حوار، لدينا عدو لا يريد أي حل. وتسرد الصحيفة قصة مواطن آخر قال لمراسلها إنه سيحارب المتمردين وكل من يتمرد، سأقتل أي شخص حتى لو كان أخي. إذن بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. لنمعن النظر قليلا لا مستقبل يضيء في أعينهم فالماضي يحاول صبغ حياتهم بالسواد أردنا لهم الأمان والدواء والابتسامة فكان البؤس والخوف والحرمان انتزعهم الظلم وداهمتهم الحرب وانقطع اللحن الطفولة في زمن الميليشيا بكم من جديد. في جولتنا بين عناوين الصحف الفرنسية الصادرة اليوم نطالع من صحيفة لوفي غاو الفرنسية والتي عنونت وفقا لترجمة خاصة بقناة بلقيس: اليمن عشر منظمات غير حكومية تنادي ماكرون لوقف الضربات. وقالت الصحيفة: دعت عشر منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان، دعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى طلب وقف الضربات في اليمن من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يزور فرنسا قريبا. وقالت المنظمات العشر: ينبغي أن يضع إيمانويل ماكرون اليمن ضمن القضايا التي سيناقشها مع محمد بن سلمان عندما يلتقي به في فرنسا، على حد قول المنظمات غير الحكومية. وقد طالبت المنظمات بإنهاء القصف الذي يستهدف المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى الرفع غير المشروط والدائم لجميع العقبات التي تعترض إيصال المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى اليمن. تضيف الصحيفة: ينبغي على فرنسا بذل قصارى جهدها لمطالبة السعودية باحترام التزاماتها الدولية، ويجب أن تتجنب التواطؤ في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها التحالف.
تتحدث صحيفة العرب الجديد عن ثلاثة شبان يمنيين قالوا إنهم قضوا ثلاثة أيام للوصول إلى لبنان، فيما يحتاج الأمر مجرد ساعات. وعنونت الصحيفة: منتخب التنس اليمني، قصة رحلة ثلاثة أيام إلى لبنان. وقالت الصحيفة: هؤلاء الثلاثة قطعوا طريقا طويلا كي يصلوا إلى بيروت للمشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئين في التنس. كنت أريد أن أواصل على الرغم من التعب من أجل المشاركة في البطولة والتأهل ورفع رأس اليمن وأهلنا. بهذه العبارة اختار لاعب التنس اليمني خليل العبسي الحديث عن رحلته الشاقة من صنعاء إلى بيروت التي استغرقت ثلاثة أيام، وذلك للمشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئين في التنس تحت سن 12 للذكور والإناث. وتأتي المشاركة في البطولة على الرغم من اضطراره على غرار زميله عماد الرضي والمدرب سلطان المسمري لتحدي تبعات الوضع الحالي الذي يعيشه اليمن، وهو الذي اضطرهم لتحمل نفقات السفر على حسابهم الشخصي ومكابدة عناء الطريق والتوقف المتكرر على نقاط التفتيش. وقالت الصحيفة: إن التدريب المكثف كان يجري تحت القصف نظرا إلى قرب الملعب من أماكن مستهدفة. يشرح اللاعب عماد في حديثه مع العربي الجديد كيفية تأثير ذلك بقوله: كل شيء مختلف على أرضية الملعب في اليمن، تكون الكرة بطيئة بينما هنا الكرة سريعة، ونحن غير قادرين أو غير معتادين على ذلك. لو تدربنا أكثر على هذه الأرضية لكان الأداء مختلفا للأفضل. وزير التخطيط السابق في فنزويلا وأستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد ريكاردو هاوسمان كتب مقالا تحت عنوان: كيف يمكن إعادة إحياء الديمقراطية؟ أعادت الغد نشره. وقال الكاتب في كتابهما الجديد الممتاز كيف تموت الديمقراطية، استخدم أستاذ هارفارد ستيفن ليفيتسكي ودانيال زيبلات الخبرة الدولية لدراسة هذه المسألة. في الحالات الأخيرة مثل هنغاريا وبولندا وفنزويلا، أو في الحالات القديمة مثل إيطاليا وألمانيا والأرجنتين والبيرو، لم تمت الديمقراطية بسبب الإطاحة بحكومة منتخبة، وإنما ماتت بسبب عمل القادة المنتخبين. يبدو أسلوب العمل متشابها إلى حد كبير، فالديماغوجي الشعبوي المنتخب يزيل أو يضعف آليات السيطرة والتوازن في سلطته من خلال تقويض استقلال القضاء والهيئات الأخرى وتقييد حرية الصحافة وتقويض مجال المنافسة لتسهيل الفوز في الانتخابات ونزع الشرعية عن المعارضين السياسيين وسجنهم. والسؤال المطروح: هل يجب إعادة تأسيس الديمقراطية قبل معالجة المشاكل الاقتصادية؟ يكشف هذا السؤال عن التناقضات الأساسية للديمقراطية الليبرالية. فبعد كل شيء تقوم الليبرالية الكلاسيكية على الحماية المتساوية للحقوق غير القابلة للتصرف مثل حق الحياة والحرية والملكية، في حين تقوم الديمقراطية على حكم الأغلبية والتي يمكن أن تطغى على حقوق الأقليات بما في ذلك الرأسماليين ورجال الأعمال وذوي المهارات العالية. تاريخياً سبقت الليبرالية الديمقراطية في أوروبا، وكما أوضح كتاب مساومة الديمقراطية فإن الجمع بين هذين المبدأين أدى إلى توليد مجتمع غير مستقر. فمن جهة هناك خطر من ما أطلق عليه فريد زكريا الديمقراطية غير الليبرالية للحكومات المنتخبة التي لا تحترم الحقوق المدنية، ومن ناحية أخرى هناك ما يسميه كتاب الليبرالية غير الديمقراطية الأنظمة التي تحمي الحقوق الفردية والمساواة القانونية، ولكن ذلك يقوض السياسات العامة إلا الكيانات التكنوقراطية التي لم يتم انتخابهم مثل البنوك المركزية والمفوضية الأوروبية. خصصت شبكة البي بي سي تقريرا مطولا عن واحد من رموز الحقوق المدنية والذي يوافق اليوم مرور نصف قرن على وفاته، وعنونت الشبكة: تفاوت كبير بين نسبة الأقليات العرقية في الكونغرس الأمريكي والأعضاء البيض. وقالت البي بي سي: دعا زعيم الحقوق المدنية الأمريكي مارتن لوثر كينغ في خطاب له عام 1957 أمام نصب
لينكولن في العاصمة واشنطن الكونغرس إلى المساواة في حق التصويت لجميع الأمريكيين. وقال كينغ: امنحونا بطاقة اقتراع وسوف نملأ قاعاتنا التشريعية برجال من أصحاب النوايا الحسنة. وبعد نصف قرن من وفاته، بحثت وحدة تدقيق الوقائع لبي بي سي إلى أي مدى تغيرت التشكيلة العرقية والإثنية في الكونغرس والمجالس التشريعية الأمريكية، وتوصلت إلى أن المشهد السياسي الأمريكي أصبح أكثر تنوعاً تدريجياً، كما أصبح الكونغرس الحالي أكثر تنوعاً على الصعيدين العنصري والإثني، لكن مقارنة بالعدد الكلي للسكان ما زالت الكثير من المؤسسات السياسية في أمريكا يسيطر عليها ذو البشرة البيضاء. تضيف الشبكة: تعد محاولات التوصل إلى تقدير دقيق لكيفية تغير الوضع منذ اغتيال كينغ تحديا كبيرا، نظرا لغياب بيانات كاملة عن كل مجموعة إثنية منذ ستينيات القرن الماضي. عثرا على طفلتهما بعد 24 عاما، عنوان في صحيفة القدس العربي قالت في تفاصيله: عثر زوجان صينيان على ابنتهما التي فقداها قبل 24 عاما. وأشار الزوجان إلى أن ابنتهما كيفينغ ضاعت عندما كانا يبيعان الفواكه في الشارع في مقاطعة تشينغداو، وتخلى الزوجان عن بيع الفواكه ووزعا آلاف الملصقات بحثا عنها. وعندما وصلت القصة إلى امرأة تبلغ من العمر 27 عاما في مقاطعة جيلين التي تبعد نحو 3000 كيلومتر عن مكان الزوجين، أثبتت فحوصات الحمض النووي أنا ابنة الزوجين المفقودة. وتمت تربية الابنة باسم مختلف، وأخبرت أنه تم تبنيها عندما كانت طفلة. مناظر ومظاهر مختلفة من أنحاء العالم نطالعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم، والتي اخترناها من صحيفة الغارديان البريطانية. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.